حاجة خرجنا من كازا أول حاجة وعلى شوف سيت بون غير كنقولها بالفرنساوية سيت بون غير اللي كترا في في لا كومونيكاسيون إما دو صحافة مصريين إما دو مغاربة سي سيت بون غير سي فينال حنا المهمة كنفكروا في التيران الخدمة ديالنا هو التيران وهذا الشيء اللي قلت للدراري اللي غتكتب اللي غتقول اللي يعني غتسمعوا قوم كونسونتري على الماتش اللي ماشي سهله اليوم واحد جينيراسيون ديال اللعابه اللي نتوما كتعرفوه التليفون هو كلشي اكثر من المراه اكثر من صاحبته ولا ما عندوش التليفون ديالو غيموت دونك ما تقدر والو زعما تحيد لهم التليفون ولا دير لهم شي حاجه اللي كيامني هي لا هي الثقه على الجروب ديالي انا كنعرفو ما عندهم تجربه عندهم ليكسبيريونس اللي تقالت ما ماشي شغلنا كتلعب في التيران الكره ما كتلعبش على برا من بعد هي الخدمه ديالكم هي من بعد تقولوا يمكن لا بريسيون خرجت على اللعابه بحال انا ما كنامن بهذا الشيء انا لعبت الكره ملي كتدخل غير صفر لاربيت اللي قالوا هما اللي قلتو نتوما ما كيامناش اما حنا مع الاهلي غيكون بون ماتش كنعرف المدرب صاحبي هما سي دي انترناسيونال حنا عندنا دي انترناسيونال هما فرقه كبيره حنا فرقه كبيره كيامني يكون بون ماتش انا غدا كنامن يكون بون ماتش كون سوا كونسونتري نلعبوا مع اللعب ديالنا اللي درنا ما نخرجوش من السي ستيل دو جو ديالنا باش ما بور با فير ليغور دو دي جوي اي ابري كو لو ميور غان هادشي اللي كيامني من بعد اللي قال الصحفي مصري ولا مغربي والله ما كنديها فيها واللعابه ديالي ما كيدوهاش فيها حنا مكونسونتري بغينا نكملوا هاد لا كومبان ديالنا بدينا مزيان بغينا نساليوها مزيان